تشجع مديرية الصناعة والمناجم بالأغواط المستثمرين على إنشاء مشاريع ذات الطابع الصناعي، وهي أولوية لترقية الاستثمار المحلي، سمحت بإنشاء مشاريع نموذجية. بعد كما كان التمويل الكلاسيكي عن طريق البنك مباشرة، هناك تمويلات أخرى تتمثل في المشاركة في رأس المال أو عن طريق القرض الإيجاري، هذا خاصة موجه للمستثمرين الكبار وكذلك موجه لحاملي المشاريع لستارت اب. وقصد تفعيل فرص الاستثمار وتوضيح مصادر وآليات التمويل وكذا ضمان القروض، نظمت مديرية الصناعة يوما دراسيا بإشراك كل المرافقين لدعم الاستثمار. اي صاحب مشروع يحب يدير قرض بنكي وما عندوش ضمانات يجي للصندوق، حنا ندرسوا الملف تاعو ونقدموا له ضمانات بها يقدر يحصل على القرض البنكي. قيمه الضمان هذه اذا كانت مؤسسه قيد الانشاء الحد الاقصى تاعه هو 10 مليار سنتيم، واذا كانت المؤسسه قيد التوسعه يصل الى 25 مليار سنتيم. المستثمر اللي يحتاج ربما عنده قرض وما يكفيهش، ما يكفيش القرض هذاك، يعني ولا البنك طلبت له 20% تاعو ما تكفيهش، يقدر يتصل بنا ونزيدو حنا ندخلو في 20% اللي طلبتها له البنك. ولا ما حبش يدي القروض التقليديه نقدروا ندخلوا معاه في المساهمه. كما شرح صندوق ضمان القروض الاستثماريه آليات ضمان التمويل لإنشاء مؤسسات صغيره ومتوسطه.